رأس المطران سهيل دواني مطران الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية في القدس والشرق الأوسط خدمة الشركة المقدسة في كنيسة الفادي الإنجيلية في جبل عمان، وعبر القس فائق حداد راعي الكنيسة عن سروره بأن تجمع كنيسته في عمان هذا الجمع الكنسي الحافل. وقد شارك في صلاة خدمة الشركة رؤساء أساقفة الشرق الأوسط وعدد من القساوسة والشمامسة وشخصيات عامة وضيوف عرب وأجانب وحشد كبير من المؤمنين. مناسبة خاصة في الكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط، وهو اللقاء الذي حصل خلال اليومين الماضيين الثلاثاء والأربعاء اللي جمع رئيس أساقفة كانتربري الأسقف المطران جاستن ويلبي ورؤساء الأساقفة في منطقة آسيا اللي بتضم في عضويتها القدس والشرق الأوسط، الهند، بنغلاديش وباكستان. اجتمعوا حتى يكون في عندهم لقاء تحضيري للامبث 2020، ويجتمع رئيس أساقفة كانتربري مع المناطق الثمانية التي تشكل الكنيسة الأسقفية في العالم، والتي تجمع 40 رئيس أساقفة و 900 أسقف في العالم الأنجليكاني. اليوم كانت منطقة السادسة بالنسبة لرئيس الأساقفة، واجتمع مع رئيس أساقفتنا في القدس والشرق الأوسط المطران سهيل دواني للمباحثات والحوار حول تحضير لهذا المؤتمر العالمي الذي يعقد مرة كل 10 سنوات في لامبث، في مؤتمر لامبث ولكن يعقد في مدينة كانتربري في بريطانيا. الخدمة اليوم كانت الخدمة النهائية، وأحبوا أنه يكونوا مشتركين مع بعض من أعضاء الكنيسة اللي موجودين في عمان، يتعرفوا على الناس وحاجاتهم ويسمعوا للأمور اللي ممكن يحصلوا عليها، حتى يتحدثوا عن همومنا إحنا في منطقة الشرق الأوسط، وجزء من همومنا هي القدس والعاصمة العربية ومشاكل اللي عم تحصل من التهجير في منطقة الشرق الأوسط، مناطق المشاكل اللي صارت في سوريا، في العراق، في الخليج، ومتابعة لكل الشؤون الرعوية والسياسية والاقتصادية وكيفية جمع هذا العالم في كنيسة في بيت واحد، والاهتمام في بعضنا البعض، والصلاة والدعم من أجل بعضنا البعض.